مساء الخير وحلقة جديدة من برنامجكم بنظرة تانية. النهاردة طالع أتكلم وأنا مبسوط، طالع أتكلم وأنا حاسس إن اللي كنت هقوله في الحلقات اللي فاتت بيتنفذ من غير ما نتكلم. جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك بيدوا درس عظيم للعالم كله. جماهير الزمالك في مبارياتهم في الدقيقة 21 وفي الدقيقة 74 بيشغلوا فلاشات موبايلاتهم وبيهتفوا في الجنة يا شهيد. جماهير الأهلي بيردوا عليهم بنفس النظام. هو ده اللي احنا حابين نشوفه، هو ده الدرس اللي احنا بنديه للعالم، ان احنا في مصر مهما حصل لا جماهير الأهلي ولا جماهير الزمالك هيقدر يفرقهم حد. هو ده المنظر اللي احنا بنظهر بيه قدام العالم بشكل مشرف جدا. هي دي الجماهير الواعية العاقلة اللي عارفة ان مهما حصل هنفضل كلنا تحت اسم منتخب مصر، سواء ال 74 شهيد سواء ال 21 شهيد كلهم في الجنة ان شاء الله. بس احنا بندي للعالم درس بان احنا لا عندنا تعصب، ومهما حصل هيفضل جماهير الاهلي والزمالك برغم اي شيء بيحاولوا يعملوه هيفضلوا ايد واحدة، وهيفضلوا جماهير الفريقين مهما حصل من هزار واختلاف اراء. فالجماهير بيحترموا بعض وكل واحد فيهم بيدعم التاني في وقت شدته. كلنا ما ننساش موقف وليد سليمان لما وقف خطوبته علشان جماهير نادي الزمالك، وما ننساش موقف جماهير نادي الزمالك بأنهم رفعوا كشافاتهم في الدقيقة 72 أو الدقيقة 74 لجماهير النادي الأهلي. هتافات جميلة، منظر نتمنى أن احنا نفضل ظاهرين بيه قدام العالم، حاجة فعلا مشرفة. هنتقل من ده لمحمد صلاح. يعني بصراحة أنا طالع أتكلم في الموضوع وأنا من جوايا متضايق جدا، متضايق جدا من النقد الجراح اللي بيتوجه للاعب، متضايق جدا من لاعب كان سبب في صعود منتخب مصر لكاس العالم، متضايق جدا من لاعب كل العالم بيدعمه وعندنا ناس في مصر بتوجه له انتقادات. لعيب ادانا درس في الطموح وفي الحلم، ادانا درس في ان حلمك مستحيل يكون صعب، في انتقادات بتتوجه ليه علشان مستواه تراجع بشكل بسيط. مع ان لو بصينا للامر هنلاقي ان محمد صلاح كل العالم بيدعمه. الامر اللي احزنني بجد بشكل كبير جدا في تصويت، لقيت الناس داخله بتصوت للعيبة غير محمد صلاح ومصريين، لما احنا مش بنصوت له بره بيصوتوا للاعب وبيدوا اصواتهم علشان يحصل على الجوائز، يبقى احنا كده بندعمه ازاي؟ لعيب وصلنا كاس العالم بعد 28 سنة حرمان منه باداء رائع منه، لازم ندعمه في وقت ما يقع او في وقت ما اداؤه يتراجع شوية زي كل لعيبة الكرة في العالم. دايما بنشوف اللعيب مستواه بيتراجع شويه وبعدين بيرجع يقوم على رجله تاني ويقف. محمد صلاح نموذج مصري مشرف، محمد صلاح علق اسم مصر بين العالم كله، محمد صلاح اللي بسببه ناس كتير دخلت الاسلام، في ناس داخله بتنتقده. محمد صلاح اللاعب اللي لو اتكلمنا فهو مصنف من افضل 3 لاعبين في العالم، المصريين بينتقدوه. محمد صلاح اللي مشرفنا ورافع راس مصر في كل مكان، بعض الناس تنتقده. أنا مش قادر أفهم دماغهم بصراحة. لعيب عالمي ومواصفات عالمية، مجرد أنه يحصل معاه تراجع في المستوى تدخل البيج عنده تلاقي كومنتات بشكل فيه إهانة كبيرة جدا ليه، مع أنه نفس اللاعب ده اللي كلنا كنا بنقول محمد صلاح هو اللي خلى مصر صعدت كاس العالم. ليه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ ادعم محمد صلاح، ادعم ابن بلدك، ادعم اللاعب اللي العالم كله بيشهد بمستواه وفي ناس هنا بتنتقده. وبحترم جدا اللي بشوفهم بيدعموا محمد صلاح، وبحترم جدا كل الصفحات وكل الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا عن محمد صلاح. السوشيال ميديا طريق الشهرة. في لحظات وفي 24 ساعة بعد مباراة النادي الأهلي مع الترسانة لقينا كل العالم أو كل الصفحات في المصرية بتتكلم عن صورة أحد الصحفيين اللي كانت بتصور في المباراة وانتشرت صورها بشكل كبير جدا. السوشيال ميديا بقت من أكبر الأشياء المؤثرة في كل الأمور اللي بتحصل، في ثانية تحولت لنموذج مصري. بالنسبة بقى لمباراة النادي الأهلي والترسانة، النادي الأهلي لعب مباراة أدى شوط أضعف شوط تحت قيادة المدرب الجديد، طبعا بسبب الإصابات، بسبب غياب لاعبين، بسبب اللعب بالناشئين، لكن سريعا ما تراجع الأهلي ولما نزل أحمد الشيخ سجل هدف، وده الأمر اللي أثار جدل كبير جدا بين الناس بأن أحمد
الشيخ يستحق اللعب ويستحق انه ياخد فرصه. طبعا بعد الانتقادات اللي توجهت لعلي لطفي ومؤمن زكريا وصبر لاحيل وما الى ذلك من اللاعبين اللي ما ادوش كويس. ده تقريبا ابرز العناوين الموجوده في الاسبوع. ننتقل منها الى فقره هو وبس. اهلا بيكم وفقره هو وبس. هو وبس اللي في الفتره الاخيره الحمد لله اثارت جدل بين الناس، لكن لقينا تأييد كبير جدا، فقررنا النهارده نطلع نتكلم معاكم لكن عن حاجه جديده، عن العلاقات في مصر. العلاقات في مصر غريبه شويه. لا مش شويه، دي غريبه قوي. يعني عندنا اسرع ريليشن شيب في العالم، وده بيحصل في مده زمنيه من ساعه لساعتين. بتبدا بازيك، انا معرفش ليه انجذبتلك، ومن ثم انت شخصيه قويه بس قلبك ابيض، وانت بتنامي في الضلمه وبتحب الشتاء، وانت شخصيه مزاجيه، وغالبا هي بتصدق الكلام ده وبيبقى رد الفعل ايه ده، واو عرفت ازاي، الله بجد كان نفسي الاقي حد فاهمني كده من زمان. بعدين تقول له انا خارجه، طبعا يبقى في كلمه هتوحشيني وفي النهايه بحبك، كل ده من ساعه لساعتين. الموضوع سهل وبسيط جدا. علشان كده هعرض لكم دلوقتي انواع الرجاله اللي هتقابليهم في حياتك، وكذلك انواع البنات اللي هتقابلهم في حياتك. الرجاله اشهر نوع فيهم هو اللي عينه زايغه بتاع البنات، وده يا جماعه انتوا ظالمينه جدا، لانه بيعمل كل ده علشان ياخد خبرات عشان يعرف يسعدك. النوع الثاني وهو الغبي، وده اللي تبقوا لسه يا دوب متعرفين على بعض وداخلين قصه حب، ويقلق عليكي فيتصل على التليفون الارضي عشان يطمن عليكي، وغالبا والدك بيرد وبتحصل مصيبه. الحساس بزياده، وده اوعي تتأخري عليه في الرد، لأن هيفهمها تجاهل وهيدخل في حالة اكتئاب، ولو قلتيله إنك تعبانة شوية هتلاقيه بيعيط. العصبي، وده ما تقلقيش منه، لأنه هتضحكي عليه وهو متعصب وبيزعق، ما تعرفيش ليه، مع إن المفروض فيه خناقة، بس هو ربنا خلقه كده بيضحك. النوع الخامس معانا الخجول، وده بقى بلاش تسأليه على أي حاجة. يعني بلاش تكلميه أو أقولك سيبيه واجري، اجري. ده اللي هو لو سألتيه عملت ايه في الشغل هتلاقيه بيتلبخ وما بيعرفش يرد. النوع الرومانسي قوي، وده مش فاكر حاجة غير انه بيحبك وعايز يقول كلام حلو طول ما انتوا بتتكلموا، وعايز يقول كلام حلو. الغيور، ما تلبسيش، ما تخرجيش، ما تكلميش اخواتك، ما تبصيش في المراية علشان بغير، وتقريبا ده اللي بعد الجواز هيخونك. المقفوراتي، وده بيحول كل حاجة لدراما وفيلم اكشن، وتلاقيه نمبر وان في الخناقات. يعني ممكن يتخانق مع بتاع السوبر ماركت عشان قالك مثلا، مفيش فكة. البرنس، وده بقى اعتبر نفسك لقيتي كنز، لان اول ما هتتعرفي عليه هيحسسك انه فصيلة نادرة ونسخة واحدة في العالم، وحارب في 73 ودخل موسوعة جينيس تع مرات. النوع الاخير وقبل ما اقوله انا كراجل بحذرك منه، اللي هو بيحط صورته من اعدادي وبيتصور صور شبحنة ومحتفظ بستايل اعدادي لحد دلوقتي، وده اول ما تشوفيه نصيحة اجري. اما بقى البنات فنبدأ باشهر نوع، وهو البنت النكدية، ودي مش محتاجة نتكلم عنها لان كفاية عليها الاسم. دي بقى اللي بتكون عبارة عن مالك يا حبيبتي، ماليش، في ايه، مفيش، طب انا زعلتك، معرفش، وسلام عشان مش عايزة اتكلم دلوقتي. انت كواحد غلبان هترد بحسن نية، ماشي يا حبيبتي هسيبك تهدي شوي، تسيبني ده انت ليلتك سودة، وخد بقى عندك اسبوع نكد. النوع التاني مدمنة الاهتمام، ودي تتعامل معاها على انها قنبلة موقوتة، يعني لو جات لك وهي بتعيط وقالت لك ضفرة كسر، لازم تحسسها ان الموضوع اكبر من مشكلة سد النهضة وتحرير القدس، ما عملتش كده برضو ليلتك سودة. المزاجية، ودي بقى ما تعرفش انت عايش مع انسانة معقدة نفسيا ولا فوشة ولا عبيطة ولا ايه بالظبط، اللي هو تبقوا بتتكلموا وفجأة تعيط. ليه كده يا حبيبتي؟ تقول لك اصل افتكرت كلمه صاحبتي قالتها لي من 10 سنين لما كنا في خطبه صاحبتنا، تروح تتصل بيها بعد 5 دقايق، لو 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 اغاني بقى، ايه ده يا حبيبتي، فرح مين عندكم؟ لا مفيش، اصل انا حاسه ان انا مبسوطه، من غير اي حاجه. فانت في الوقت ده تتمالى اعصابك وتهدى وتغني معاها. النوع الرابع، ودي البنت الفرفوشه مجنونه،
ودي مش يا بختك خالص زي ما انتوا فاكرين، لا، نصيحة مني الحق عيش حياتك الطبيعية قبل الجواز، لأنك والله هتصحى بمية سخنة بتدلق عليك وتلج في عينيك وحاجات غريبة كده، هتحس إنك أسير في حرب. النوع الأخير معانا من بنات، أو النوع اللي قبل الأخير، البنت المسترجلة، ودي بغض النظر عن إنك هتحس إنك بتكلم عماد صاحبك، بس تملك نفسك وانشف كده وانت بتكلمها، لأن عواقب الموضوع هتبقى وحشة جدا. النوع الأخير البنت العصبية، وهنا بقى لو هتعرف تبات في الشغل بات، لأن كده بتحافظ على صحتك وبتتفادى أي إصابات جسدية. معانا برضو مجموعة من الرسائل اللي جات لنا، هنتكلم عنهم وهنرد عليهم زي ما وعدناكم بالرد على رسائلكم. أول رسالة واحدة بعتها بتقول: حضرتك أنا شفت الفيديو بتاعك اللي بتهاجم فيه البنات، بس عاوز أعرف رأي حضرتك في بنت وقفت جنب ولد وعملت علشانه كل حاجة، بعدها بقى بيعمل أي حاجة عشان يعمل عليها مشكلة، هل ده يرضيك لو دي أختك أو بنتك أو أيا كانت درجة القرابة، هترضاها عليها؟ وعاوز أعرف رأيك في بنت قالت لولد هحط فلوسي على فلوسك وهقف جنبك وهساعدك، وبعد كله ده كله ما افتكرش حاجة، عاوز أعرف رأيك في البنت دي وهل ده عدل؟ أولا أنا ما بهاجمش البنات، أنا بطلع أتكلم في القضايا بكل حيادية، لا بنجذب للبنات ولا بنجذب للأولاد، على الرغم من أن اسم البرنامج هو وبس، بس بنرد على رسائل الأولاد ورسائل البنات، تقدروا تعتبروه برنامج إحنا مش هو وبس، البرنامج ده بتاعكم كلكم مش بتاع أنا كمان، أنتوا اللي بتتحكموا في المحتوى الداخلي. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا ما يرضنيش ولا أي حد يرضيك الكلام ده، ولو قريبتي أو بنتي أو أختي هقول لها ده تدوسي على قلبك وتبعدي عنه، هقول لها ده إنسان ما يستاهلش منك أي كلمة حلوة، وما يستاهلش إن مشاعره حتى تفضل جواكي، ده إنسان ما يستاهلش إن أنت أصلا تفكري بيه، وما يستاهلش إنك تهتمي بيه، اللي زي ده تدوسي على قلبك زي ما قلنا وعلى مشاعرك وتمحيه من حياتك وكأنه مش موجود، لأن اللي زي ده عمره ما حبك، لأن اللي زي ده ما يستاهلش إنه ياخد جزء من مشاعرك، ما يستاهلش إنك تفكري فيه أساسا. اللي زي دول يا جماعة عبارة عن إن هم بيدخلوا يدمروا حياة الناس ويخرجوا منها، دول ناس متخصصين يدمروا حياتكم، فياريت الاختيار لما أجي أختار، هو في حاجة يمكن الناس بتعلق عليها، احنا ما بنختارش اللي بنحبهم، احنا فجأة بنلاقي نفسنا انجذبنا لحد وروحنا معاه من غير ما نعرف اي حاجة، فجأة بتلاقي قلبك بيدق ومشاعرك كلها بتتحرك تجاه شخص انت اصلا ما تعرفوش، فبتدخل في العلاقة من غير ما تعرف اي حاجة، هل الشخص ده كويس ولا مش كويس، هل الشخص ده يستحق المشاعر دي ولا لا، بس في كل الحالات انت مش عارف انت حبيته ليه. فانا بقولك ابعدي، وبقولك دوسي على قلبك وابعدي، وما تفكريش فيه وما تهتميش بيه، لانه ما يستاهلش ولو 10% من اهتمامك، اللي زي ده ما يستاهلش اصلا انه ياخد اي جزء من تفكيرك. واللي انت عملتيه ده اللي بيعملوه بنات الاصول، بنت الاصول اللي بتعرف تعيش مع الراجل وتشتريه، واللي بتعمل اي حاجة علشان اللي بتحبه، هو طلع قليل الاصل، يبقى احتفظ باصلك ودوسي عليه ودوسي على مشاعرك تجاهه. تاني رسالة جات لنا: انا بحب بنت جدا بس مش عارف اتحكم فيها، مش بتسمع كلامي، كل ما اطلب منها حاجة ترفض، بس انا بحبها جدا بس مش بتسمع الكلام، وحاسس انها بتكلم شباب كتير، حتى عندها على الفيس وعلى الانستجرام شباب كتير، وبحاول امنعها من الموضوع ده ومش عارف، بس انا بحبها ومش قادر ابعد عنها، ومش عاوز اغضب ربنا ومش عايز اغضب عليها، وامنعها من حاجة بتحب تعملها. حاجة ايه؟ حاجة ايه يا بابا؟ انت مين يعني؟ معلش مع احترامي ليك، انت ايه الكلام اللي انت بعته ده؟ ايه ده؟ هو ده راجل؟ هي لو حبيتك هتكلم غيرك؟ انت ازاي تقبل بحاجة زي دي اصلا؟ اللي زي دي تبعد عنها ولا تحبها ولا تفكر فيها اساسا؟ الحب اكتفاء يا جماعة، احنا لما بنحب حد بنكتفي بيه، مش لما نحب حد نروح نكلم غيره. عارف دي بقى تعمل معاها ايه؟ دي مش عايزاك انت، دي عايز واحد يحكم ويشكم، حكمها وشكمها على الفيسبوك، حكمها وشكمها على الواتساب، حكمها وشكمها على الانستجرام، احكم وشكم وحكم وشكم زي ما قالوا بلوك، تحكم وتشكم، احكم وشكم، ما تنفعش معاها انت، دي ده عايز واحد شخصية، لان مع احترام ليك انت ما عندكش شخصية، وما ينفعش انك تكمل في العلاقة دي. علاقات الحب دايما بتتبني على راجل، والراجل بيعمل نفسه او المواقف في الحياة بتعمله، فلازم تكملوا مع بعض على مبدأ
ان اتنين بيحبوا بعض وبيحترموا بعض، بمعنى ان الزمن بيعمله بس الزمن ما بيعملوش غير لما يخرج ويعيش حياته ويمر بتجارب ويحل ويواجه. فيا جماعة يا ريت تحترموا بعض وتقدروا بعض. احنا وقت حلقتنا انتهى للأسف، بس معانا كلام كتير ان شاء الله هنقوله الحلقة الجاية. اشوفكم الحلقة الجاية على خير، وحلقة جديدة من برنامجكم بنظرة تانية، وإلى اللقاء.